خدمتكم في هذا الإطار، ممكن تشاركينا شوي عن الخدمة؟ يس، مثل ما أنت قلت تفضلت إنه نحن بنرعى كنيسة إنجليزية، لكن في something حصل معنا من فترة 5-6 سنين. وصلت لمرحلة أنا بقرأ الإنجيل وبتطلع بشوف كيف حياة الرسل، وكانت حياتهم مليانة بالقوة بالشفاء بالأمور كلها اللي ذكرتها. لكن I know أنا يعني أنا بشكر الرب من أجل الخدمة اللي أقامني عليها، which is الترنيم. لكن الترنيم لوحده مش بس مش كافي. Yeah. في أمور كتير حابة اختبرها، لكن كنت أشعر اللي موجود بالإنجيل بعيد عن حياتي. يعني الإنجيل عن جد عمره 2000 سنة إذا فيني أقول هيك. فقال له يا رب أنا، فوصلت لمرحلة شوي نوع من يأس. يعني أوكي الخدمة ناجحة والترنيم ناجح والرب عم بيستخدمها، لكن في شيء أكتر من هيك. أنا أكيد في شيء أكتر من هيك. ليش اللي مكتوب أنا مش عايشته؟ ليش مش قريب مني؟ يعني بتطلع أنا بشوف واحد مريض ما عندي جرأة أروح صلي له، أنا ما بعرف كيف بدي صلي له. شوف واحد مقيد بأرواح شريرة ما بعرف شو بدي أعمل، بشوف بحضرهم على التلفزيون بخاف إيفن منهم. إلا لمرحلة مرة صارت معنا، نهار أحد كان رائد عم يخدم بالكنيسة وكان عنا اجتماع بعد الخدمة، وفي بنت أنا بعرفها بشوفها بالكنيسة على طول معنا، يعني صار لي 6 سنين بشوفها بالكنيسة عادي ما في شيء غلط. لكن هذا الأحد صار في شيء اختلف، خلى صورتي كلها تختلف. ابتدى يجيها وجع ألام بظهرها، هو رائد عم بيخدم، فحدا أخذها لبرا وهي عم بتقول بليز أنا موجوعة كتير مش ما بعرف شو بدي أعمل. من بعد الخدمة في حدا اتصل عيط لي وقال لي فادية تعي شوفي في شيء هون نحن مش عارفين شو نعمل فيه. فأنا فتت على الأوضة لشوف شو القصة. البنت كانت واقعة على الأرض، البنت صوتها رقيق بشكل مش طبيعي، شيء سلسي بشكل مش طبيعي. لكن اللي شفته قدام عيني شيء لقيلي بهداك الوقت رعبني، لأنه الصوت اللي طالع منها مش صوت عادي، الصريخ وبتحكي بلسان غريب وبتهدد الكلمة حدا يقرب عليها. طلعت أنا هيك قلت what is this. فطلعت من الأوضة ركض لعند رائد قال له رائد بليز تعال شوف شو اللي هون، أنا ما بعرف شو بدي أعمل. طب بهيك وضع أنا فيني أوقف قدام الشخص ورنم له؟ I can't رنم بهذا الوضع، الترنيم I don't think رح يفرق، بحاجة أنا أوقف وأعمل شيء. فعيطت لرائد، رائد إجا فات، رائد عنده ذات الإحساس بيقول لي يعني أنا مش عارف شو أعمل. لكن أنا بتذكر وجودي بهديك اللحظة، شعرت لازم أبقى لأنه أنا الست الوحيدة اللي واقفة بالجو، كذا شخص موجودين وهي ست، وأنا شعرت أنه أنا لازم أوقف حتى مفروض يكون هيك. سو انجبرت أنه كون موجودة بهالجو. ضلينا قعدنا تقريبا 6 ساعات ونحن نصلي والبنت استلمت موشي ولا تحررت ولا شيء صار. فأنا رحنا على البيت قلت له رائد يا ويلي أنا أوريدي شاعرة أنه عندي نوع من عدم، يعني عدم رضا وين أنا وين أنا موجودة، عدم رضا روحيا وين أنا موجودة، وشاعرة الإنجيل بعيد، وهلأ صرت أشعر الإنجيل أبعد. يعني قعدنا 6 ساعات نصلي على البنت، البنت ما تحررت، nothing، ما صار شيء. رحت على البيت قلت له رائد what is this، قال لي ما بعرف. وأنا حتى رائد قال لي أنا شو دخلني بهالأمور كلها، أمور الشياطين وال أنا بحب أعلم بالكلمة وهذا اختصاصي. قلت له رائد بس تخيل إنه هذا مش موجودي، واحد تاني غيره إجا، نحنا يعني we have to نعرف شو كيف نتصرف بهيك أوضاع. فأنا رحت على البيت شاعرة بإحباط غير عادي. قلت له يا رب what is this، إجا ببالي قلت probably نحنا لأنه مش صايمين، يمكن لو إن الواحد بيصوم بيكون في قوة أكتر. تاني يوم قلنا رح نقابلها ونشوفها مرة تانية، كنا صايمين أنا ورائد. فتقابلنا مع هيك أوضة هون قاعدين عم نصلي إحنا معه، أول ما فتحنا تمنا ونصلي راحت خابطة بالأرض وزيت الصوت بدأ يطلع منه. كمان قعدنا 6 ساعات نحكي نحاول بأي طريقة بشكل من أشكال، كل الصلوات اللي بعرفها كل الكلام اللي بعرفه everything، حتى ابتديت رنم ما في شيء. البنت مكموشي وأوقات ما بيخليهاش إيفن تحكي معنا. فابتدت الروح الشرير يقف ويحكي مع رائد ويقول له أنا أقوى منكم بكتير، وأنا بقالي معها تقريبا 18 سنة so give up. يعني خلاص شيل إيدك من القصة. فنحن هون صدقنا ورحنا على البيت محبطين إيفن أكثر إيفن من الأول.
فأنا حتى حملت الإجي قلت له يا رب لا في شيء غلط، المكتوب بقول هيك بس اختباري بقول غير هيك. سو هوني في جاب، في هو عظيم، في فجوة كبيرة أنا ما بعرف كيف بدي أوصل له. وعدت يعني نوح وابكي لرب، يا رب في شيء لازم أنت تعلن المكتوب هوني لإلنا، إحنا واصلين لحيط مسدود. ورعد عنده ذات الإحساس. anyway القصة كتير طويلة، راح أمجانا كارت شورت. راحت البنت وأخذوه على محل تاني وصلوا عليها وتحررت. لكن هني قاعدين هنيك، رائد كان معه، قلت له رائد أنا مش قادر أكون موجودة بهيك أشوي أنيمور، تعبتني نفسيا. فقال لي رائد أنا بكون موجود. فراح رائد قاعد، في ست قاعدة والأسيس والبنت اللي عايزة تحرير ورائد. فالست اللي قاعدة عندها موهبة إنها بتشوف رؤية. قعدوا يصلوا، الرب ابتدى يفرجيها رؤية للست اللي قاعدة، البنت من شو مكموشة، ليش هالأرواح الشريرة كامشينها بهذا الصورة. البنت عايشة بألام، عايشة بغلط، عايشة ب أو البنت بحاجة لشفاء نفسي أكتر من أي شيء تاني. فإن ابتدوا يتعاملوا معها هيك، ورائد إجي على البيت قال لي فادي مش رح تصدقي اللي اليوم شفته بعيني. قلت له شو اللي صار؟ طب شو اللي هني عملوه نحن مش عارفينه، شو اللي قالوه نحن ما بنعرفه. قال لي مش هيك، قال لي إسنط معرفي فادي، إسنط المعرفي. قال لي آية عندي المعرفي، لأنا بقرأ الإنجيل بالعربي وبالإنجليزي وبالعبري وباليوناني، إسنط معرفي، إتس اختبار. استيل أنا مش مستوعب إيش يعني الاختبار يعني. فابتدى يقول لي في ست موجودة هناك وبتشوف رؤية، ربي فرجيها رؤية. وقال لي فادية الخط وصلتهم للخط اللي البنت بحاجة بس تخلص منه. فأنا قعدت هيك بلحظة لوحدي قلت له يا رب شو يعني الست بتشوف رؤية، أنا مش فاهمة كل الأمور، لكن يا رب أنا بوعدك إذا أنت بتفتح عيني بصيرتي الروحية بتذكر الكلمات اللي إيفن ذكرتهم. قلت له إذا بتفتح بصيرتي الروحية وبتخليني أشوف اللي الست شافته، أنا بوعدك أنه رح أمشي بهالخط ورح أعمل اللي أنت بتقوله ورح هدول العينين يخدموك للأبد. وذاتس إت. اللي صار من بعدها بأسبوعين أنا ورائد قاعدين عم نحاول نشوف شو اللي صار، بلكي واجهنا قصة تاني من هالنوع بالكنيسي، لأنه بهذا الوقت رائد رح يكون أسيس الكنيسي السينيور، سو صار عم بحاول يتحضر. وقاعدين أنا ورائد بنصلي فجأة هيك، وابتدى الرب يتعامل معي مع رائد بصورة مختلفة. ابتدينا نشعر أنه أنا عم بسمع صوته بيحكيني، كانت غريبة كتير لإلي أنه الله يحكيني مش بس من المكتوب، الله هيك يحكيني بصوت من جوا داخلي. فأنا مغمضة عيني وعم صلي أنا ورائد، شفت رؤية، شفت حالي أنا وصغيري وتفاصيل كأني عم بحضر تي في. فأنا عم بقوله لرائد أنا شفت حالي، أنا كان عمري 6 سنين، أنا كنت لابسي هيك وأنا واقفة هون وأنا عم خبره تفاصيل. فرائد وقفني قال لي فادي لحظة شو يعني أنت صغيري وعم بتخبريني قصة صايرة معك؟ قلت له لا عم بشوفها هلأ. قال لي كيف يعني عم بتشوفيها هلأ؟ قلت له ما بعرف. قلت له أنت لما بتسكر عينيك شو بتشوف؟ قال لي أسود. قلت له ما بشوف أسود، أنا في حاسة في تي في مفتوح قدام عيني، عم شوف إشياء من الماضي، عم شوف إشياء كتير. بعدين تذكرت الصلاة اللي أنا صليت، قلت يا رب إذا بتفتح بصيرتي روحي بتفتح عيني، أنا بوعدك إنه هدول عينين رح يخدموك. ومن وقتها I know إنه اختلفت. لما بقرأ الإنجيل وبحب له بقرأ في شيء اختلف، في قوة اختلفت، في الكلمة اللي بقراها صار إلى بالروح القدس، بالروح القدس في شيء اختلف تماما. هذه مسيرتي من 6 سنين لهلأ.